يا غالي يا إخواني يا أخواتي، حتى لا أطيل عليكم أكثر، أقول وأختصر كلامي بهذا. هي رسالة متنوعة وجهتها لكل واحد من البشر، وأنا منهم بلا شك. كلنا نريد الجنة. طيب السؤال، ماذا قدمت لهذه الجنة؟ كلام بس؟ وين العمل؟ يا ربي أبي الجنة ولا عملنا، يا ربي أبي الجنة وحن نحن معاصي، بل ونحن شهوات وملذات، ولا نتورع أن نجاهر بالمعصية. الجنة يا غالي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن شئتم فاقرأوا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. يا رجال يا نساء، إذا ما كان ذكر الجنة يشوقنا للجنة أجل وش بيشوقنا؟ إذا ما كان ذكر النار بيخوفنا وش بيخوفنا أجل؟ الجنة الجنة يا رجال، الجنة الجنة، لا هم ولا غم ولا غل ولا حسد ولا كراهية ولا معاصي ولا أكل ولا شرب إلا لمن اشتهى، ولا نوم إلا لمن اشتهى النوم. فيها لحم طير مما يشتهون، وفيها حور عين، وفيها يا غالي ما في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا الله يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا وصف الخدم، فما ظنكم بالمخدومين؟ لا شك أن نعيمهم أعظم وأجل. نريد الجنة، هيا شمروا إلى الجنة يا رجال. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين.